بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم تنزيله: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. اجتمعت اليوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة وبحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي. بعثت اللجنة الموقف الأمني في عموم البلاد بما فيها الأحداث المؤسفة الأخيرة بإقليم النيل الأزرق التي راح ضحيتها نفر كريم من المواطنين وتضررت جراءها بعض الممتلكات الخاصة والعامة. تترحم القوات المسلحة على من فقدنا من شهداء أكارم وتتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وتأمينا للبلاد وحفظا لسلامة أمنها الوطني. قررت اللجنة الآتي: أولا، التأمين على الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة. ثانيا، توجيه النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تمهيدا للمحاسبة. ثالثا، على لجنة أمن الإقليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتن والمحرضين على أعمال العنف. رابعا وأخيرا، تعزيز القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة والاستمرار في التعامل الحازم والفوري مع كل حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة. حفظ الله البلاد، والله الموفق والمستعان.